احكي لي شو جاي تعملوا هون انتو؟ مين جاي انت؟ انا جاي انا وامي واخويا، هذا ابن اخي مفقود. مفقود بس اي صر. رحنا على الطب العدلي معك، رحنا دورنا بالميتين بالاحياء بالجرحى معك، جينا هنا على اربيل، لا انا اقو لا انا لا مستشفى اقو. وين 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 راح وين راح؟ نزل الصوره مالته بلكي احد يشوفها يجيب لنا. هو حضرتك النانا مالتها؟ نانا. انتوا مين كنتوا هنيك؟ يعني عائلتكم مين كانوا هنيك؟ انا وابو والطفل وعائلتي وابويا. صحة التانيين كيف؟ صحة التانيين كيف وضعهم؟ شلون يعني وضعهم الصحي كيف؟ احنا كلنا طلعنا الحمد لله سلامات، بس هذا معك مفقود. بس هذا مفقود. ايش قد عمره؟ 9 سنوات بس اخي. وين رحتوا لوين؟ يعني عم تقول انه رحنا لكثير اماكن، رحتوا لوين؟ رحنا على المواصل، رحنا على الجمهورية، رحنا على الحروقات، رحنا على الطب العدلي، بس اي هو مستشفى الجمهوري، ورحنا على الغرب اربيل وهسه جينا هنا. معناها حضراتكم كانوا هونيك موجودين؟ احكي لي عن الحادثة كيف صارت، يعني لحتى عم تشوف انه ما في مفقودين كمان. انا ما اعرف شلون صار، بس باوعت السقف من دا يشتعل ودا ينزل نار على المعزومين وانهزمنا. انهزمتوا؟ كلكم طلعتوا سوا ولا؟ طلعنا سوا، بس هذا ما اعرف يعني اختفى فجأة، ما اعرف وين صار. الحادثة تقريبا ايش قد طولت؟ يعني فينا نقول يعني الحادثة كيف طولت؟ كم دقيقة كانت؟ يمكن دقيقة ما طولت. هلا هلا. طيب كيف قدرتوا انتم تنقذوا حالكم؟ يعني كان في نار بتعرف؟ كنا قريبين على الباب. قريبين على الباب كنا. في حدا باب الخلف. في حدا اجى بالاول ساعدكم او اي شيء هيك؟ احنا كنا نساعد العالم. يعني احنا بالباب واقفين. وطلعنا بس هاي صورته عم تنزليها بهاي حتى التلفزيون. احكي لي هنيك شو كان، شو صار؟ يعني احكينا عن المواقف اللي شفتها هنيك. بس صار نار وبعدين صار دخان كثير، يعني بعد عتمة صارت وكهرباء طفى، يعني بعد ما حد ما يشوف جوا. بس نار وكهرباء ماكو مقطوع. انتوا ايش قد كنتوا يعني هنيك كعائلة؟ اذا نحكي تقريبا 8 أشخاص. 8 أشخاص. وضعهم الصحي البقية كيف؟ كلهم الحمد لله. أشخاص عمره لابن أخوه؟ تسع سنوات صف ثالث. شكرا لك. إن شاء الله.